أهلا بكم في شركة كهرباء مجان، إحدى شركات مجموعة نماء. لقد قامت مجموعة نماء بتطبيق نظام حديث للفوترة، بحيث يمكن للمشتركين في المستقبل أن يحصلوا على فواتيرهم عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكية والإنترنت بكل سهولة ويسر. تزامناً مع تطبيق النظام الحديث، قامت مجموعة نماء بتطوير فاتورة الكهرباء بتصميم جديد وعملي، لكي تعطي المشترك أكبر قدر من المعلومات عن استهلاكه الشهري بطريقة سهلة وواضحة. تظهر في هذه الخانة بيانات المشترك وعنوانه. شعار شركة تزويد الكهرباء التي أصدرت الفاتورة. معلومات العداد وعدد أيام الاستهلاك. وفي هذه الخانة يمكن للمشترك معرفة عدد الوحدات المستهلكة خلال فترة القراءة والتي تستخدم لحساب قيمة الفاتورة. يظهر هنا رقم عداد الكهرباء الخاص بالمشترك، وهو رقم مثبت على العداد بشكل دائم. الوحدات المستهلكة لهذا الشهر، وهي الفرق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة لعداد الكهرباء. خانة نوع القراءة تبين ما إذا كانت القراءة تمت عن طريق قراءة العداد بشكل فعلي أو تم تقدير الاستهلاك آلياً. عدد أيام الاستهلاك هو الفرق بين تاريخ القراءة الحالية وتاريخ القراءة السابقة بالأيام. تفاصيل الحساب ومعلومات الفاتورة. ويظهر في هذه الخانة نوع التعرفة المستخدمة لحساب القيمة المالية للفاتورة وتاريخ استحقاقها للدفع. رقم الحساب هو الرقم التعريفي لحساب المشترك عند الشركة المزودة. تاريخ الفاتورة هو اليوم الذي تم فيه إصدار الفاتورة على نظام الفوترة. شهر الفاتورة هو الشهر الذي تم فيه استهلاك الكهرباء المحسوبة في هذه الفاتورة، ويكون عادة الشهر السابق لتاريخ إصدار الفاتورة. تاريخ الاستحقاق هو آخر يوم لدفع الفاتورة لتفادي التنبيه بفصل الخدمة، وتكون عنده الفاتورة مستحقة الدفع. نوع التعريفة هو التصنيف الذي يحدد كيفية تحويل الاستهلاك الكهربائي إلى مبالغ مالية حسب قرار مجلس الوزراء، وهذا التصنيف إما سكني أو تجاري أو حكومي أو غيرها من التصنيفات المذكورة. تفاصيل الفاتورة تظهر فيها قيمة الاستهلاك والرسوم الأخرى وقيمة الفاتورة بالريال العماني، وهنا يستطيع المشترك معرفة كافة مكونات القيمة للفاتورة حسب التعرفة المستخدمة. تظهر هنا تفاصيل حساب قيمة الفاتورة باستخدام تعرفة المشترك وكيفية تحويل الاستهلاك الكهربائي إلى قيمة مالية. تظهر هنا القيمة المالية للكهرباء المستهلكة والمحسوبة حسب التعرفة الخاصة بالمشترك. تظهر هنا رسوم أخرى وتعديلات خاصة بهذا الشهر تضاف أو تطرح من قيمة الاستهلاك. تظهر هنا كافة مستحقات الشهر الحالي على المشترك بعد التعديلات والرسوم الأخرى واللازم دفعها في موعد أقصى تاريخ استحقاق الفاتورة. تظهر هنا كافة المستحقات السابقة على المشترك، وهي مبالغ متأخرة وعلى المشترك تسديدها في أقرب وقت ممكن. تظهر هنا كافة المستحقات المالية على المشترك. أعمار المستحقات وهي المبالغ المستحقة السابقة على المشترك، وتظهر هذه المبالغ مقسمة حسب تقادمها من 30 يوماً وحتى أكثر من 90 يوماً. الدعم الحكومي للشهر الحالي والذي يوضح التكلفة الكلية للكهرباء التي استهلكها المشترك والمبالغ التي دفعتها الحكومة نيابة عنه لشركات الكهرباء. تبين هذه الخانة التكلفة الكلية للكهرباء التي استهلكها المشترك خلال هذا الشهر،
وهي القيمة الكلية لتوليد الكهرباء والتوزيع والتزويد وغيرها، واللازم دفعها لمزود الكهرباء. تبين هذه الخانة قيمة الدعم الحكومي في هذه الفاتورة والمبالغ التي دفعتها الحكومة لشركات التوزيع المزودين للكهرباء نيابة عن المشترك حتى تخفف عنه أعباء التكاليف الحقيقية للكهرباء. هذه الخانة تظهر القيمة المالية التي يتحملها المشترك من استهلاكه للكهرباء، وهي الفرق بين تكلفة الكلية للكهرباء وقيمة الدعم الحكومي، وتكون محسوبة حسب التعرفة الحالية للمشترك. تحتوي هذه الخانة على معلومات الاتصال مع خدمة المشتركين في حال كان للمشترك أي استفسار عن الفاتورة أو أي من خدمات الشركة الأخرى. ملاحظات أو إرشادات الشركة المزودة للكهرباء تتعلق بالفاتورة. ملخص للفاتورة يستخدم في مراكز الدفع المختلفة. يوجد في أسفل الفاتورة ترميز خطي ملخص للفاتورة، واسم الشركة المزودة للكهرباء والمصدرة للفاتورة وطريقة الاتصال بها. نماء لرخاء يدوم.